السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط، عندي نشاط الأكتيفيتي بوك. أخذنا المحاضرة اللي قبلها يعني أهم التمارين المهمة بيونت 1، وإن شاء الله اليوم راح نأشر التمارين المهمة بيونت 2 يعني اليونت كليته. صفحة 16 نبدي يونت 2 لسن 1. هنا عندي هذا الأي، هذا التمرين أيضا مهم يعني نقرأ. عندي call hot warm، call بارد، hot حار، warm دافئ. هنا درجة الحرارة يعني حسب درجة الحرارة تبدي من الصفر، من cold بارد، منا هذا هو حالة cold، call call 10 degrees، warm 20 degrees، وhot 30 degrees. فهذا التمرين أحفظه، هذا مهم. B أيضا هذا مهم. عندي هنا مثلا winter spring summer autumn، هنا عندي الشتاء والربيع والصيف والخريف، وهذه الكلمات داخل هذا الصندوق. فيعني شلون مثلا عندي winter الشتاء cold وsnow يعني بارد وجليدي، هنا سبرينج دافئ وممطر، هنا سمر حار ومشمس، وهنا الأوتم الربيع الخريف كول ووندي عاصفة وبارد. زين هذه أيضا، هذا عندي A و B و C أيضا مهم. هذه كومبليت يعني أكمل هنا الاسم والفعل والصفات. هاي سناو، شوفوا هسه بالفعل شلون يصير بالصفات واي. زين راين راين راني، وندي وندي، هذني يعني ثلاثتين هاي مهمة. هذه الصفحة ناخذ على صفحة 17، صفحة اللوخ هاي ما بيها شيء، أيضا ما بيها شيء. هذا هنا عدي لسن 5 1 أي، هذه أيضا تجي دائما نجيبوها مدرساتنا. هاي مهمة يعني مثلا 1 ST وين سكند سوري فيرست، و 2 سنت سكند، و 3 ثيرد، يعني هذا المهم احفظه. زين انا قلت بس اشر التمارين المهمه. ها عيني، وهذا ايضا مهم، هذا الشهر يعني ايش قد عدد الايام مالته، 31 جانيوري، فبراير 28، مارس 31. المهم هذا مهم. زين ماكو شيء، هذا ما بي شيء. هنا عندي ماماتي، هذا كلش مهمات. هذا يعطينا اختيارات، تعطينا اختيارات العطلة والشهر والطقس والفصول وال هذه مال يعني اول مرة، always و never و often و sometime و usually، عدد المرات يعني ظروف التكرار، always و never و often و sometime و usually. فيعطينا داخل الصندوق واحنا نوزعهن، مثلا الهوليداي عندي عيد الفطر و ويك والماض، شكو الشهر نخليه وشكو الطقس نخليه مثل راين سناو سني، وشكو الفصل الربيع والشتاء والصيف سمر وسبرينج واوتم، وهذه عدد المرات يعني ظروف التكرار. زين هذا ما بيه شيء، ايضا ما بيه شيء. هذا اي عيني، هذه صفحة 26 هاي قلبي، هذا الاف وهذا الجي. زين هذا الاف يقول the last month of the year is December، اول شهر بالسنة هو December. زين number two، number two نقول هذا الصيف الحار شنو بالسنة سمر، upside warm عكس warm هو cold بارد، دافئ هو بارد. الشتاء يعني الأول مرة نقول هذه snow جليدي، وسمر spring الربيع، يعني يأتي الصيف عادة يعني قبل بعد أفتر بعد الربيع. هذه الجي
نقول read the sentence and tick the correct words. هذا مهم، فراح أترجمه لأن مهم أترجمه. أولا يقول عيد الفطر often always starts after رمضان. يقول دائما عيد الفطر يأتي وراء رمضان. من هو always؟ نخلي زين، نخلي always. Two, there are two three terms in the school year in Iraq. قايل يوجد فصلين في مدرسة بالعراق، يعني two فصلين. Three, February the longest short month. يقول أكثر شهر قصير هو، يعني أكثر شهر قصير هو الفبروري. نقول short قصير مو long. For Iraqi armed folks day in the sixth أو January. هاي عندنا عيد الجيش يأتي بستة كانون الشهر الأول. Five, رمضان sometimes no never in autumn. نقول sometimes يا رمضان بعض الأحيان يصير بالخريف. هاي عيني، هذا مو مهم. هذا الأي أيضا، هذا التمرين مهم. عندي هاي مون، هنا عندي مون مثلا، هاي الكلمات مثلا عندي مون القمر، نختار لها وين يمها، يعني فد شبيه مالتها الشمس sun. مون القمر ويا من؟ ويا الشمس. snow ويا من؟ السناو، نختار الجليدي ويا cold بارد. سيسون الفصل autumn الخريف. half term half يعني نصف الفصل ويا الهوليداي ويا العطلة. و 25 degrees warm ويا درجة الحرارة. هذه زين، نجي على هذه الصفحة. بقات لي بس هذه الصفحة. اي هذه، هاي مهمة، هاي كلش مهم. هذه هاي عندي قطعة وسؤال عليها، فهذا مهم. هذا تلخيص يونت 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.